رجعنا لكم، بدنا نقول لكم مره ثانيه الحمد لله على سلامتكم، وبدي اقول للاشخاص اللي فعلا كانوا هن الدواء، اول دواء وقت انجرحنا من ستة شباط كان الزلزال المدمر لهذا التاريخ صعب انه ننساه، كانوا هن الدواء الاول اللي وصل لعنا، اللي هن كانوا عم بيشيلوا بايديهم الركام عن الاشخاص، اللي هن كانوا عم بيسعفوا الناس، اللي هن كانوا تحت المطر والجو البشع اللي كان، لكن كانوا فعلا هن الابطال الحقيقيين في الميدان، رجال الدفاع المدني. تحيه كثير كبيره لإلهم. واليوم لحتى نحكي عن الاستجابه الاغاثيه كيف كانت قبل هالايام هاي خلال فتره الكارثه، وايضا بعد اسبوعين من حدوث الزلزال، معنا بالاستديو المقدم محسن جافي والمساعد زهير حليمه وقائد زمره طارق فران وايضا السائق علي سليمان. يسعدنا صباحكم والحمد لله على سلامتكم، يعطيكم الف عافيه. الله يسلمكم، صباح الخير. سلامتك على سوريا كلها. صباح الخير، صباح الامل لسوريا المنكوبه الجريحه، سوريا المحبة، سوريا الخير العطاء، صباح التفاؤل. الحمد لله على سلامة الجميع. الله ألف عافية. الله يعافيكم. الله يعني يعافيكم. بالفعل لما بنسمع يزن منه هيدا الحكي وصباح التفاؤل، أنت بتتفائل، يعني أشخاص كانوا على الأرض بأول لحظة. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. يعني نحكي بالبداية، ستة شباط الساعة 4:03 أو 4:17 دقيقة، كيف كانت بعد ما اطمننا على الاهل؟ بدنا نتركهم ونروح على المواقع العمل يمكن الاكثر حاجه لنا. يمكن تفضل استاذ. طبعا الساعه 4:03 كل الناس كانت ببيوتها نايمه، ومثلنا مثل هالناس كمان كنا بيوتنا، وعلى اساس هالهزه ولا الكارثه اللي حصلت بهالبلد العظيم، البلد المقاوم، توجهنا فورا بدون اي نداء لمواقع عملنا من أجل التوجه إلى أماكن الأضرار والمناطق المنكوبة، بتوجيهات من سيادة العميد جلال داود مدير الدفاع المدني باللاذقية، والعقيد فؤاد رقي قائد كتيبة الرتل السريع باللاذقية. توجهنا إلى مناطق العمل وبلشنا شغل مع الأطقم والزمر الشباب معنا، والكل كان مساعد والكل كان متجاوب، رغم الجو اللي كان بأيامه صعب، كان برد ومطر وتعرفوا أنتوا يعني. كان الجو فعلا يعني سيء، لكن كانت الاستجابة سريعة، وشفناكم بأي مكان كنا عم نتواجد فيه كان عم تكونوا موجودين، وكان لكم إيد بإنقاذ أشخاص. خلينا نسأل المساعد زهير، أكثر القصص اللي صارت معك، خلينا نقول شو هيك القصص اللي حسيت فيها عن جد أنه خلص أنت مستحيل، خلص ما عاد فيك، يعني تعبت، خلينا نقول أو حالات إنسانية صارت معك نحكي عنها. يعني هلأ نحن بالأعمال المنقوم فيها بالادوات الخفيفه المعنى، يعني انه ما ننكش على شيء ابره، على شيء انه شيء امل، انه حدا حي، في انسان منده منعيط، من انه حدا يحكينا، انه هيك انه احيانا بنبكي على الضحيه اللي زي ما نشيلها، انه كيف نازل الركام عليها او كيف. نحن بمعداتنا هي المخدات الهوائيه والمقصات يعني بنحاول انه بشتى الوسائل انه نشوف انسان، نشوف حدا انه نشيله بايديه. في قصه صارت معك يعني حدا نده لك وانت سمعت الصوت وباشرت بانقاذه؟ في مرأة شلناها على قيد الحياه مطعيه، يعني صوتها يعني وصل، يعني وقت سمعنا هالصوت هذا صرنا يعني بدك توصل لها باي طريقه، بدنا نتوصل لها باي طريقه، ونحفر بايدينا حتى نوصل انه بحيث انه ما ناذيها، ما ناذي الضحيه. صحيح والحمد لله شلناها. الله يعطيكم الف عافيه ويكون معكم يا رب. الحمد لله. مساعد طارق فران، حضرتك قائد زمره بجبله، وجبله كان فيها حجم الكارثه اكبر. نحكي عن اللحظات الاولى، كيف اشتغلنا، القصص اللي صارت معنا. هلا بالبدايه الرحمه لضحايا الزلزال والشفاء العاجل للجرحى. بصراحه يعني كلياتنا نعد ضحايا بسبب شيء شفناه، يعني له اثر كان نفسي علينا كثير. صحيح. هي صار الزلزال على تقريبا 4:17 دقيقة. كنا نحن مناوبين بمفرزة مدينة جبلة. طبعا بعد توجيهات سيادة العميد جلال داود مدير الدفاع المدني باللاذقية وقائد الكتيبة، توجهنا نحن فورا لبناء الريحاوي.
اللحظات الاولى كان يعني المنظر وقفنا نحن عايزين يعني انه نعمل اي شيء تجاهه. يعني المنظر كان كثير غير اي شيء نحن تدربنا عليه وشيء تعلمناه. يعني بنايه بتكون كذا طابق، هي صارت ركام يعني تعتبر طابق واحد. نحن مثل ما حكينا انه في عندنا نقص المعدات بسبب الحصار و12 سنه حرب على بلدنا، بس الحمد لله عزيمتنا يعني كونا جزء من افراد الجيش العربي السوري بايدينا نحن اشتغلنا. يعني صح هن حاصرونا بالالات وبالمعدات باذاعه التبديل هيك شغلات، بس عزيمتنا ما قدروا ابدا، بالعكس 12 سنه هي كانت عم بتزيد هي العزيمه. صحيح. والحمد لله بالبدايه يعني شلنا بناء الريحاوي في اللحظات الاولى، يعني اربعه كانوا احياء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعطيكم الف عافيه. لولا هي العزيمه صراحه في كثير اشخاص ما كانت طبعا حاليا عايشه، وبنتشكركم وهن بيتشكروكم من نحن. يعني تعودنا بهال 12 سنه الحرب دائما. يعني على هالشيء هيك الحمد لله ادارتنا الاراده قويه كانت قويه الحمد لله رب صحيح. العالمين. السائق علي سليمان يعني الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. أكيد ما اقتصر شغلك على موضوع أنك تكون سائق، لأنه أنا شفت وكنا على أرض الواقع طبعا. وشفنا كيف الكل كان إيد واحدة عم يشتغل، لكن خلينا نحكي عن هذا الشغل بالإضافة لموضوع أنه في كتير أماكن كان صعب الوصول لإلها، كيف كنا عم نتصرف؟ كيف كانت الاستجابة لهيك أمور؟ هلق أهلا وسهلا في يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. فينا واجهتنا يعني مثلا أول شيء كثر المواقع اللي انصابت تنقلنا بأكثر من موقع. فأصعب موقع شفناه بالمناطق اللي تنقلنا لها كان هو بناء الريحاوي، هو اللي استلمناه نحن وباشرنا فيه عمل. كان البناء عبارة عن 6 طوابق محصور بين الأبني، ما فيك توصل له غير من منطقة ضيقة جدا، وعلى الركام يعني ما في امكانيه الاليه تفوت لجوه تساعدك. فاول شيء بلشنا شغل بايدينا بالمعدات اللي معنا المتوفره، لحتى او يعني فيك تقول الوهله الاولى اول ما وصلنا شلنا منه مثل ما قال زميلي طارق انه شلنا 7 اشخاص احياء. يعني احيانا بتشوف الاشخاص اللي شلناهن بتحس انه في قدره ربانيه اعجوبه له، مثلا له عمر بنعرف انه ما بتقتله شده تماما. يعني شلنا حرمي من اسفل طابق، اسفل طابق طلعت عم تمشي على رجليها بس متضعضعه، يعني جسمها كله عم يوجعها اكيد، وكان مثبتها عباره عن انه سيخ حديد او انه خشبي على رقبتها. بس قدره لا اله الا الله زحنا عنها، هاي ما في جسمها أي شيء تأذي. شلتها أنا والمساعد طارق. بعدين يعني تشوف الهول أول ما وصلنا إنه 6 طوابق تشوفها إنه بمساواة طابق واحد، يعني شيء ما أنا متعودين عليه. صحيح. وبعمره لا نحن ولا أبائنا بجوز صار على دوره هالشيء اللي صار. صرنا نتساعد. اول يوم تقريبا كان الشغل في متواصل. بطء في بطء لان ليش ما كان فينا ندخل معدات، يعني تدخل الآلي تشتغل تطلع تفوت الآلي الثاني تكمل عمل بدالها. اول يوم للمساء طلعت ضحية وحدي، بالليل شلنا 8، ثاني يوم شلنا 15، اليوم الرابع اخر يوم يعني اخر طابق طلعوا فيه 4 احياء. صحيح. يعني بعد 4 ايام انك تلاقي شخص حي بهالموقع او بهالجو اللي كان موجود هو بحد ذاته معجزه الهي. صحيح. الله يعطيكم الف عافيه. الله يسلمك. سياده المقدم محسن، مثل ما حكينا في نقص بالمعدات، في اعتماد على الكادر البشري اكثر، نحكي عن الصعوبات اللي واجهناها خلال هيدي الايام. طبعا مثل ما بتعرفوا نتيجه الحرب الظالمه على بلدنا الحبيبي اكيد عندنا نقص بالمعدات والامكانات.
اشتغلنا بالامكانيات المتوفره بين ايدينا من مقصات هوائيه، من مقصات هيدروليكيه ومخدات هوائيه ومباعدات هيدروليكيه، بايادينا بالقزمه بالرفش بالمخل. كان في مساعدات من الدفاع المدني من المحافظات طبعا الاخرى؟ صار في اشترك كافه الدفاع المدني بسوريا كلها. بسوريا كلها بسوريا تمام كلها. تمام تمام، يعطيكم الف عافيه. سياده المقدم، يعني كثير شفنا حالات يعني على انه من تحت الانقاض يطلعوا بعد اربع ايام او خمس ايام، هاد كنا عم نشوفكم عم توصلوا الليل بالنهار، كيف كانت اليه توزيع العمل بهذا الموضوع؟ والله ليك كانت صعبه، بس إرادة الشباب وعزيمتهم استمرينا بالعمل بكل الظروف والساعات المتأخرة من الليل والنهار، واصلنا الليل بالنهار. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم. مساعد زهير حليم، طبعا حضرتك أب، تركت عائلتك ونزلت بهيدي اللحظة، قدي كنت خايف على عائلتك وقدي كنت حاس أنه لا هدول الأشخاص بحاجتي أكثر من عائلتي طالما عائلتي بخير؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني هلأ أنا تلقينا مشي سمعنا هالهزة هي، فورا انا طلعت بسيارتي والله العظيم مكسوره ايدي. الله يعطيك الف عافيه. والله مكسوره ايدي وما فيني شيل، يعني اكثر من كيلتين ما فيني شيل. وتوجهت باتجاه القطعه الدفاع المدني، وصرت عنصر مثل اي واحد، لانه يعني انا اولادي اذا بدهم يسلموا بدهم يسلموا يعني بقدره الله، واذا انا فيني ساعد بدي ساعد، يعني انا اولادي خلص امنتهم. بس اذا انا فيني ساعد الناس المتهدمه، لانه انا سمعت انه بناء بالمدينه تهدمت كلها بالكامل، وانا هذا اختصاصي فبدي اقوم بواجبي اجباري. لكن خلينا اياك ونشوف كثر من امثالكم، ناخذ يعني من حضرتك. نحن بحاجه بنكبر فيكم، نحن بحاجه لاشخاص يعني بهي الازمات يكونوا مثلكم، فالله يعطيكم الف عافيه يا رب. الله يعافيك. طارق، خلينا، كنت حضرتك متواجد بجبله مثل ما عم تحكي، بعد خمسة أيام يعني كان في انتشال، أو خلينا نقول كان في شخص على قيد الحياة، كنت متواجد عن هاي اللحظة تحكي لنا عنها شوي؟ إبراهيم زكريا والدته طحا نور الله. تماما الحمد لله على السلامة. شغلة تبقى العمر تفضل. هلا بوي كان الحفار عم يحفر، يعني فجأة طلع فتحة في حيط، طلع فتحة فيه فورا بين شخص فتح عيونه، هاي كانت اللحظات يعني ما في شيء بيوصفها الصراحة. يعني كان نحن وفريق العمل اللبناني، يعني طبعا كنا روح وحده نحن بالشغل، يعني هو شاله من ايده وانا كنت عم شيله من ايد الثانيه، ما في شيء ما في كلام بوصف. هون كنتوا قطعتوا الامل انه خلص ما عاد في ناجين، او لا كان عندكم امل واصرار؟ لا في هلا الامل، حتى كان يعني مجرد لو بنعرف انه في اسا ضحيه، في نحن خلص في واجبنا نشيلها نحن، حتى الضحيه يعني عم نشتغل، لو انه في حدا ميت لا نحن عم يعني عم نتسارع مع الزمن، انه لو هو مجرد جسة، لان يعني جسة عندنا كمان الى احترامه والى صحيح. فما كان بقول لك كان في 99% امل يعني، بس سبحان الله قدرة رب العالمين بعد هالخمس ايام. الله يعطيكم الف عافيه، بتكبروا القلب بالفعل، بتعطونا دعم، يعني كنا بحاجه نحن لهيدا الحديث لحتى نحن ندعم نفسيا بعد امبارح. عصيرة الدعم النفسي، نحن كان في اشخاص متواجدين، ونحن اول مره يعني كون منتعرض لهيك موقف. صحيح. مثل سيادة اللواء صفوان بهلول المدير العام للدفاع المدني، صدقا كان هو الاب الروحي لنا بالعمل، يعني انه بالفعل على الميدان كان عم بيشتغل ايد بايد، مثلا سيادة العميد جلال داوود، سيادة العقيد فؤاد رقية اللي كان عم بيشتغل، يعني رغم انه صابوا مرض بس اشتغل لاخر لحظه، وخاصه اول ثلاث ايام كان يعني ثلاث ايام متواصله عمل ليل نهار بدون اي نوم. صحيح. واي صحيح. استراحه بالفعل، حدا لما بيشوف القائد تبعه موجود معه على الارض او المسؤول عنه، خلينا نقول هذا بيعطيه دفع انه انا كمان بدي اشتغل وانا كمان طبعاً. موجود. يعطيكم الف عافيه. علي سليمان، يعطيك الف عافيه. طبعا كمان اكيد حضرتك تركت عائلتك واهلك ونزلت على الشغل، وايام متواصله طبعا. تفضل نحكي عن هذا الموضوع، ما قد ايه هيك اولادك او اهلك دقوا لك ما بدك ترجع بدك ترجع، نحن كمان خايفين، نحن كمان بحاجتك؟ هلق هو للوهلة الأولى فقنا على الهزة. صحيح. يعني أول شيء هزة أنا شعرت فيها، فاقد زوجتي وابني، يعني حسيت إنه الأرض خلص ركزت ما في شيء، صرت طمنهن إنه خلص يعني إنه خلص رجعي إنه ناموا أو إنه هذا ما في شيء، خفيفي سليمي.
رجعنا تنام، بلشت الهزة القوي. وقتها هون مسكت ابني، يعني اول هذا مسكت ابني فورا على حضني، وعيطت لزوجتي فورا قومتها طلعت من برا البيت. الجو كان ما يعني مثلا ما بينطلع برا او هذا، المهم انه حطيتهم بمكان انه ما بيحوشن شيء اذا صار شيء لا سمح الله بالبيت او هي. ونزلنا، نزلت حكى معي طارق وسياده العميد كان موجه له التعليمات. نزلنا يعني كان جو سيء، بس صراحه لفكرت بجو ولا فكرت بعد ولا شيء، انه في شيء جواتك بيعطيك مثل دفع او طاقه هائله، انه في شيء حدا انه بيحاجتك، او انت ممكن تقدمي لانسان مساعده لو كانت بسيطه. صحيح، كثير وصلنا بوقت قياسي لتحت تماما علي، بتقدوا ما كان دوامكم. يعني هذا الموضوع بدي اساله يا سياده المقدم محسن جافي، قديش كان في عنا استجابه من قبل عناصر الدفاع المدني، خاصه انه في اشخاص ما كان دوامهم؟ مثل ما تفضلت وحكيت وحكوا الشباب، يعني هاي الحاله او الكارثه اللي حدثت، نحن بطبيعه الحال تعليمات مسبقا معنا انه اي طارئ بنكون جاهزين بدون استدعاء. صحيح، هي ضمن خطط عملنا يعني. فالشباب كلها استجابت وبادرت وكله ترك عياله مثل ما تفضلت بامان الله طبعا، لانه كنا مثل باقي الناس يعني، ما لنا فوق راسنا قبعه مثل ما بيقولوا، وتوجهنا للعمل. والشباب كلهم كانوا سباقين يعني، سباقين واجب يعني، وبالنهاية مثل ما تفضلت أرواح أمانة يعني، وأنت قادر تقدم مساعدة لو كانت بسيطة، بس الشباب كلها كانت قد العمل والمسؤولية، والله يعطيهم العافية والحمد لله على سلامة البلد وسلامة الجميع. الله يعطيكم ألف عافية سيادة المقدم محسن جافي، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، نورتنا بهذا الصباح، شرفنا. يعطيكم ألف عافية. مساعد زهير حليمة، يعطيكم ألف عافية وبالسلامة يا رب، شكرا لحضرتك. مساعد طارق فران، يعطيك ألف عافية، شكرا لحضرتك. وعلي سليمان السائق، يعطيك ألف عافية، شكرا، جهودكم مشكورة، نحن قد ما قلنا لكم شكرا، نحن مقصرين بحقكم. واجب. بدي اتشكركم وبدي وجه تحيه لكل الزملاء بالدفاع المدني، لانه فعلا كنتوا انتم على ارض الميدان متواجدين بكل لحظه من اللحظات الاولى للزلزال، انقذتوا حياه اشخاص كثير بالمقابل، داويتوا جراح كثيره، فالله يعطيكم الف عافيه ويكثر من امثالكم بهالبلد، شكرا كثير لكم.